بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الحوار. بعد زيارته للإمارات، يقوم حاليا رئيس الصيني شي جين بينغ بجولة أفريقية تشمل السنغال ورواندا وجنوب أفريقيا وموريشيوس. تعد هذه الزيارة الخارجية الأولى من نوعها بعد إعادة انتخابه رئيسا للبلاد في أكتوبر الماضي. فهل هذه الجولة الأفريقية ستسهم في إيجاد المزيد من التوافقات لإنجاح قمة بكين المرتقبة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي؟ وما هي المبادرات التي ستقدمها الصين لدفع العلاقات الصينية الأفريقية إلى مستوى أعلى؟ مشاهدينا، نستضيف اليوم السيد لي يوان تشيونغ، خبير في الشؤون الدولية. مرحبا بكم. أهلا، مرحبا. وسيد غزوان بريك، خبير إعلامي في وكالة شينهوا للأنباء. مرحبا بكم. أهلا بك. مشاهدينا، سنبدأ الحوار بعد متابعة التقرير التالي. مجتمع مصير مشترك للصين وأفريقيا هي جملة تلخص طبيعة العلاقات بين الصين وأفريقيا. يعكس هذا الوصف الجهود الدؤوبة لزعماء الصين وأفريقيا لإقامة مثل هذا المجتمع من خلال تعميق الثقة السياسية المتبادلة ومواصلة التنمية المشتركة. يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ حاليا بجولة أفريقية تشمل السنغال ورواندا وجنوب أفريقيا، وسيحضر قمة البريكس العاشرة في جوهانسبورغ في الفترة ما بين 25 و27 من يوليو، وينهي جولته بزيارة موريشيوس. تعد هذه الزيارة هي الرابعة للرئيس شي إلى أفريقيا منذ توليه منصبه رئيسا للصين عام 2013. العقود الأربعة الماضية لم تشهد إنجازات اقتصادية صينية فحسب، بل شهدت أيضا قفزة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأفريقيا. تظهر البيانات الصادرة عن دائرة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الصينية أن التجارة بين الصين وأفريقيا نمت من 765 مليون دولار فقط عام 1978 إلى 170 مليار دولار عام 2017. كما حافظت الصين على وضعها كأكبر شريك تجاري لإفريقيا على مدار 8 سنوات متتالية، ونمى الاستثمار الصيني التراكمي في إفريقيا من لا شيء إلى أكثر من 110 مليارات دولار في السنوات الأربعين الماضية. على صعيد الشؤون الدولية والإقليمية، حافظت الصين وأفريقيا على تنسيق وثيق، ومن بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن تعد الصين أكبر مساهم في قوة حفظ السلام في إفريقيا، حيث تقوم أكثر من 2000 من القوات الصينية بمهام داخل القارة الإفريقية. أستاذ لي، لو بدأنا معكم، جولة الرئيس شي جين بينغ هذه المرة هي الجولة الأولى بعد إعادة انتخابه رئيسا للبلاد منذ المؤتمر الوطني 19 للحزب الشيوعي الصيني. فلماذا وقع اختيار رئيس الشي في هذه الجولة على السنغال ورواندا وجنوب أفريقيا وموريشيوس، وكيف ترى أهمية هذه الجولة؟ فعلا هذه الجولة، هذه الزيارة تعتبر أهم زيارات للرئيس الدولة في الوقت الحاضر، خاصة العلاقات الصينية الأفريقية تتطور باستمرار منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية في أواخر أربعينات من القرن الماضي. أن حتى الآن أذكر أن كان رئيس الشؤون راحل قام بزيارة في بداية الستينات من القرن الماضي، مع أن كان الصين متأخرة نسبيا، كان العلاقات لم تصل إلى هذا المستوى عليه، ولكن بذلك الوقت اختار وقت مناسب وقام بزيارة لعشر دول إفريقية مرة واحدة في ذلك الوقت. والآن بالنسبة إلى رئيس شي جين بينغ، في بداية توليه رئاسة الجمهورية في بداية 2013 قام أول جولة لدول إفريقية أيضا، هذا بعد إعادة انتخاب اختار أول زيارة لأربع دول إفريقية أيضا. هذا دليل على مكانة ووزن إفريقيا في الدبلوماسية الصينية الخارجية، هذا الأول. والثاني، قصد هذه الزيارة هو تقوية العلاقات، لأن العلاقات بين الطرفين متطورة وجيدة وممتازة، ولكن يحتاج إلى تقوية وتعزيز باستمرار. هذه فرصة مناسبة أيضا وفرصة ممتازة للحصول على مزيد من التعزيزات لهذه العلاقات القائمة بين الطرفين، هذا ثاني. الثالث هو تنمية
تنمية بمعنى سيكون تنمية لبعض الدول مصر، على مثال السنغال هو يسمى باب غرب أفريقيا، وموريشيوس يعتبر لؤلؤ في بحر في محيط الهندي. فهاتين الدولتين تعتبر نقطة ارتكاز أو نقطة اعتماد في طريق الحريض البحري منذ تاريخ طويل، والآن ستلعب دورا أكبر في تنفيذ مبادرة الحزام الطريق. فعندهم هذين الدولتين تتمتع بقوة احتياطية أكبر، ولكن بسبب الظروف أو بسبب يمكن بعض الأحوال لم تظهر هذه القوة الاحتياطية تماما. وهذه فرصة بفضل الزيارة وبفضل إقامة على بنمط جديد بصيغة جديدة مع علاقات مع الصينية لهذه الدول، ستظهر قوة احتياطية جديدة وتلعب دورا فريدا أكبر في المرحلة الجديدة. هذا الثالث. الرابع هو الترقية، ترقية علاقات تعاونية. طبعا كانت الصينية الأفريقية تتمتع بأول وقبل كل شيء بثقة متبادلة سياسيا، بتعاون حقيقي اقتصاديا، وبتبادل متزايد بشريا. أما الآن في مرحلة جديدة يجب أن نرفع هذا المستوى، بمعنى ترقية مستوى التعاون في المرحلة الجديدة. ترقية إلى أي؟ على مثال تعاون اقتصادي وتجاري، كان يقتصر على تجارة البضائع، استيراد وتصدير، وعلى أكثر بتنفيذ بعض المشاريع والمقاولات فقط هذا. والآن في مرحلة جديدة يجب أن نرفع مستوى هذا التعاون، ترقية إلى مستوى جديد، على مثال في مجالات جديدة، في مثلا الطاقة البديلة وتكنولوجيا جديدة، حتى مثلا بعض المنتوجات الصديقة للبيئة. وكل هذه الأشياء أمامنا مهمات جديدة، وأيضا هذه أشياء جديدة يجب أن ندخل هذه المرحلة ليظهر وجوه جديدة لهذه العلاقات. فباختصار هذه الزيارة التي قام بها رئيس شي جين بين في أربع دول أفريقية تتمتع بمغزى عميق جدا، وأيضا بأهمية دليل على بالغ الاهتمام للحكومة للصين حكومة وحزبا لتطوير باستمرار لهذه العلاقات التقليدية الممتازة بين الطرفين. نعم، نحن دائما نسمي الأفارقة الأخوان، إخوان الأفارقة، هذا يدل على الصداقة القوية بين الطرفين. نعم، وأعتقد أن هذه الزيارة سوف تسهم في تهيئة الأجواء لقمة منتدى تعاون الصين الأفريقي في سبتمبر القادم. بالتأكيد. نعم، أستاذ غزوان، كما قال أستاذ لي، يعني تعد السنغال البوابة الغربية لأفريقيا، وهي أيضا ثاني أكبر اقتصاد في غربية أفريقيا، وهي تعمل الآن على تنفيذ خطة يعني نهضة البلاد. ونعلم أن الصين قد طرحت مبادرة الحزام الطريق. برأيكم هل هذه المبادرة سوف تسهم في تحقيق النهضة في السنغال؟ يعني بصراحة مبادرة الحزام والطريق لن تسهم، يعني هي ليست خاصة أو لن تساعد فقط السنغال، أي متمعن وأي دارس وعالم بتفاصيل هذه المبادرة سيعرف بأنها مبادرة عالمية، مبادرة يعني لا تقتصر فقط وتمد يد العون إلى الدول النامية، حتى الدول المتقدمة ممكن أن تستفيد منها. هذه المبادرة عندما أصفها أنا شخصيا بأنها مبادرة عالمية، أي أنها تسهم ليس فقط في مجال النهضة الاقتصادية لمجتمع أو نتيجة تبادلات اقتصادية وتجارية بين دولتين. المبادرة ستكون ذات أثر كبير على السنغال، لأنها في طور النمو حاليا، وضعت خطة للنهضة بشؤون البلاد وها هي بدأت تتطور. لكن حجم التبادل التجاري أو حجم العلاقات بين الصين والسنغال لم يرقى بعد إلى المستوى المطلوب، وبالتالي من هنا يمكن تسليط الضوء على مبادرة الحزام والطريق من أجل زيادة التعاون بين الجانبين، تفعيل أطر التعاون والتبادلات
والمشاريع والاستثمارات وتدفق البضائع، ربما بناء المزيد من شبكات البناء التحتية، الموانئ باعتبارها كما تفضلت هي بوابة في غرب إفريقيا. كل هذه الأمور ممكن للسنغال أن تزيد من إصرارها وتزيد وتمضي قدما في تحقيق خطة النهضة إذا ما زادت تعاونها مع الصين، وهذا ما تمثل في زيارة الرئيس جين بين إلى السنغال وحجم الاتفاقيات التي تم توقيعها في مجالات متعددة: البنية التحتية، المالية، الاقتصاد، والموارد، الطاقة. كل هذه الأمور يعني نتمنى أن تكون هي مجرد فاتحة خير كما نقول لمزيد من التبادل والتواصل، وبالتأكيد هذه المبادرة ستعود بالخير على السنغال إذا ما تم تنفيذ خطوات جريئة وصادقة وملتزمة من الجانبين. نعم. أستاذ لي، حول رواندا، سميت رواندا بقلب أفريقيا. نعم. وتعد الصين أكبر شريك تجاري ومستثمر في هذه الدولة. صحيح. فبالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، هل ستضفي زيارة الرئيس شي جين بين بعدا جديدا لتعاون البلدين؟ نعم، بالتأكيد ذلك. رواندا مع أنها ليس بلد كبير، ولكن في نقطة الوصل بين أفريقيا الشرقية وأفريقيا الوسطى، هذا نقطة التوصيل بين القسمين، بين جزئين لأفريقيا. فتأسست علاقات دبلوماسية بين الدولتين في بداية السبعينات، في 71 من القرن الماضي، هذا استمر أكثر من 40 سنة. فتتطور وتستمر هذه العلاقات الممتازة بين الطرفين بصورة سليمة، وهناك في مشاريع ومقاولات صينية كثيرة يشمل مختلف المجالات، من مثلا دوائر حكومية إلى الملاعب الرياضية، حتى المستشفيات والمدارس والطرق العام، وهذا مختلف المجال. حتى الآن يحتفظ الصين بإرسال فريق الطبي العامل في رواندا، حتى الآن يمكن صار أكثر من 18 الفريق يشتغل في رواندا لمساعدة المواطنين هناك لتحسين بيئة العلاجية وبيئة الصحية في ذلك البلد. هذا مساهمة من جانب الصين أيضا، بمعنى الأساسيات بين الطرفين ممتازة، وأيضا الحوال تطور ممتاز أيضا. أما مهمة الآن هو تعزيز هذه العلاقات وتحسين وترقية هذه العلاقات إلى مرحلة جديدة. هذا خاصة رواندا هذه السنة، حسب ما عرفت من المعلومات، أن رواندا يكون رئيس المناوب في دورة المقبلة، وأيضا ستلعب دورا فريدا لا بديل له. فأولى القيادة اهتماما خاصا لتطوير العلاقات خاصة في المرحلة الجديدة. مرحلة جديدة طبعا تشمل عدة مجالات، وأساس الأساسيات هو الثقة المتبادلة سياسيا، هذا موجود بين طرفين، ولكن في مرحلة جديدة يجب أن نعزز هذه الثقة باستمرار. والثاني تعاون اقتصادي وتجاري كما شرحت، يشمل تعتبر الصين أكبر شريك تجاري لرواندا أيضا، ورواندا أيضا تبادل إجمال تبادل البضائع بين بلدين، مع أن القيمة لم تصل إلى يعني عدد كبير، ولكنه ارتفع السنة بعد أخرى أكثر من 20 مرة. بمعنى هذا التطورات تعتبر طفرة كبرى لهذه التجارة. وأيضا تجارة الثنائية تتطور باستمرار، والآن سابقا فقط يقتصر على تسكير البضائع رواندا، الآن يشمل إلى تسكير واستيراد. وأنا سمعت أن جانب رواندا أيضا نشيط في اشتراك في معرض الواردات المقام في شنغهاي في شهر 11 هذه السنة، أيضا تشجيع لتسكير بعض المنتجات الوطنية الرواندية، هذا اقتصاديا. أما الثالث هو المفهوم بين الطرفين، لأن يعني خلال هذه الفترة بصراحة بفضل حكومة يعني قيادة حكومة الرواندية
قد شهدت تطورات فظيعة جدا في اقتصاد في مجتمع في رواندا، ولكنه لم تكتفي بهذه التطورات، وتبذل جهود باستمرار للحصول على مزيد من التطورات والتقدمات. والمفهوم المتفق عليه للطرفين هو الشؤون الإفريقية يجب أن تكون على أيدي الأفارقة، بمعنى الأفريقيون هم الذين يسيطرون شؤونهم دون القبول للتدخلات الخارجية. هذا مفهوم مسيرهم في أيديهم. نعم، في مسير هذا، وهذا أول. والثاني، يجب أن تتحد وتتعاون مع مختلف الدول لإقامة مجتمع ذات مسير مشترك للبشرية. هذا وجهة نظر جديدة على أساس مفهوم القديم التقليدي. فأعتقد أن العلاقات الثنائية بفضل النجاح لزيارة شي جين بينغ ستتطور باستمرار، أيضا ستدخل مرحلة جديدة. نعم، أتمنى أن مبادرة الحزام الطريق أيضا سوف تلعب دورا كبيرا في صحيح. تطوير هذا البلد. صحيح. الآن لنستريح قليلا ثم نواصل الحديث بعد الفاصل. مشاهدينا، نعود لكم بعد الفاصل، نرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الحلقة من برنامج الحوار التي تناقش الجولة الأفريقية التي يقوم بها حاليا الرئيس الصيني شي جين بينغ. أستاذ غزوان، على ذكر زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى موريشيوس، نعلم أن الصين قد بدأت مساعدة هذا البلد على تنمية منذ عام 1972، وقد بنت مطارات ومصانع، وقد أجاز البلدان إعفاء مواطنيهما من تأشيرة الدخول. فيعني كيف ترى مستقبل التعاون يعني بين البلدين؟ يعني مستقبل التعاون سيكون كما وصفه الدكتور قبل قليل، بأنه يعني لؤلؤة المحيط الهندي. فموريشيوس والصين ستتلالا العلاقات بينهما. بتقديري الشخصي، العلاقات بين موريشيوس والصين ممكن أن تكون نموذج على العلاقات التي تكون بين دولة كبيرة ودولة صغيرة. رغم الدعم الكبير الذي قدمته الصين لهذه الجزيرة الصغيرة في المحيط الهندي منذ 72 وحتى الآن، إلا أنه لم يقم على أسس أجندات مخبأة، ولم يقم على أساس فرض أي شروط سياسية، وإنما تم على أساس الاحترام، وكما اعتادت وانتهجته الدبلوماسية الصينية من مبادئ التعايش السلمي الخمسة. التعاون بين الجانبين هو كما تفضلت له تاريخ طويل، المستقبل له سيكون أكثر، خاصة في ظل مبادرة الحزام والطريق، لأن موريشيوس هي جزيرة صغيرة في المحيط الهندي، ولكنها تتمتع بموقع استراتيجي جدا هام ومميز، وبالتالي هذا يجعل منها نقطة عبور ونقطة نقطة لوصل الطرق البحرية. وهناك بنى تحتية كثيرة قامت الصين بإنشائها كما تفضلت، المطارات وكثير من المشاريع الأخرى، ومن شأن إنشاء المزيد من الموانئ في هذه الجزيرة أن يساعد أكثر على خدمة مبادرة الحزام والطريق من جهة، دعم اقتصاد موريشيوس أكثر، وخاصة أن هذه الجزيرة تتمتع بمناظر طبيعية خلابة وبموقع ومناخ رائع يشجع على السياحة. ونحن نعرف بأن كثير من الدول بدأت تمنح إعفاءات لتأشيرات الدخول لمواطنيها للمواطنين الصينيين، لأنهم يعلمون تماما بأن قطاع السياحة الصيني أو السائح الصيني بات أساسيا وبات ينعش اقتصاد أي دولة يدخل إليها. ومؤخرا هناك تونس وهناك المغرب والإمارات وكثير من الدول الأخرى بدأت بمنح هذه الإعفاءات للدخول، لأنها تعرف أهمية السياحة الصينية. وبالتالي فإن الجزيرة مثل جزيرة موريشيوس فيما يتعلق فقط، إذا تحدثنا واختصرنا الحديث على مجال السياحة، فيكفي إذا ما أخذت نصيبا من سوق السياحة الصينية أن ينتعش اقتصاد هذه الجزيرة كثيرا. ولكن بالمجمل مستقبل العلاقات أكبر، وهو قائم على الاحترام كما تفضلنا، نموذج يدرس بين دولة كبيرة ودولة صغيرة، ومستقبل
أكثر إشراقا في ظل المبادرة. نعم، أعتقد دول مثل موريشيوس وتونس والمغرب كلها تعرف أن لدى السياح الصينيين قدرة شرائية كبيرة في أسفارهم، وهذا أصبح اتجاها عالميا أيضا في دول كثيرة كأمريكا اللاتينية أيضا. نعم. أستاذ لي، نعم. الآن الرئيس الصيني شي جين بينغ موجود في جنوب أفريقيا، وتعد هذه الزيارة الثالثة من نوعها، وسوف تعقد مباحثات بين الرئيسين شي جين بينغ وراماپوزا قبل إحياء الذكرى 20 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. فخلال العقدين الماضيين كيف تقيم تطور العلاقات بين الصين وجنوب أفريقيا؟ فعلا أنا حسب ما أذكر أن رئيس الشي قد قام بزيارة لجنوب أفريقيا عدة مرات بعد تولي رئاسة للجمهورية أو لحزب أيضا، وهذه سنة 2018 يعتبر هذه السنة تعتبر سنة خاصة لتطوير العلاقات الثنائية مع جنوب أفريقيا. الأول ستعقد هذا قمة مجموعة بريكس في جنوب أفريقيا، وأيضا في نفس السنة سيكون منتدى تعاون صيني أفريقي في شهر 9 في بكين أيضا. فهذا يدل على شيء، فيدل على أن الجهود سيكون جهود مشتركة، جهود من كلا الطرفين لتعزيز هذه العلاقات الصينية أفريقية بصورة عامة والصينية مع جنوب أفريقيا بصورة خاصة. هذا الأول. والثاني كان التعاون، مع أن العلاقات الدبلوماسية لم تستمر فترة طويلة 20 سنة فقط، ولكن تشهدت تطورات كبيرة جدا وتشمل إلى مختلف المجالات، خاصة في مجالات الطاقة، من مجالات الكهربائية، مجالات استخراج المعادن والسياحة أيضا، وتبادل البشري. هذا مختلف المجالات يعني للعلاقات الثنائية. وثاني أيضا إلى المناطق، إلى واسعة النطاق. وثالث على مستوى راقية، هذا بمعنى الشمولية والوسع، وأيضا يرتفع هذا المستوى. هذا ثلاثة امتيازات للعلاقات الثنائية. هذا لأن من ناحية اقتصاد أيضا استمرت الصين تتمتع بشريك، أكبر شريك تجاري منذ أكثر من 8 سنوات على ما أذكر، أكبر شريك تجاري مع أفريقيا. فأعتقد أن هذه التعاون في ناحية اقتصادية وتجارية ستتطور وتدخل مرحلة جديدة، اعتمادا على وفرة البضائع ووفرة المواد الطبيعية لكلا الطرفين، ووفرة الموارد البشرية أيضا للبلدين. فلأن الآن قيمة إجمالي للتبادل التجاري بين الطرفين يحتل ربع إجمالي صينية أفريقية. فهذا دليل على أن التجارة الصينية مع أفريقيا جنوب أفريقيا تتمتع بوزن كبير جدا في هذه العلاقات. أما الثالث هو كل من الصين وجنوب أفريقيا تعتبر قوة ناشئة في العالم ومن أكبر الدول النامية أيضا، فبالتأكيد ستلعب دورا فريدا في معالجة الشؤون الإقليمية والدولية. لأن هذا من مجموعة بريكس إلى مجموعة 20 إلى منتدى تعاون صيني أفريقي، حتى بعض المؤتمرات التابعة للأمم المتحدة. فكل من الصين وأفريقيا عضو مهم جدا وعضو مشارك في هذه المناسبات، فيحتاج إلى تعاون وتنسيق وتطوير هذه العلاقات باستمرار. فأعتقد أن هذه الزيارة ستسهم مزيدا من التعزيزات والتوطيدات لهذه العلاقات القائمة بين الطرفين. نعم أستاذ غزوان، هذا العام هو العام الأول للعقد الذهبي الثاني لمجموعة دول البريكس، وأثناء هذه الزيارة سوف يحضر الرئيس شي جين بينغ كثيرا من المنتديات والاجتماعات والحوارات. فمن قمة شامون الصينية إلى قمة جوهانسبرغ، كيف تتوقع يعني العقد الذهبي الثاني لمجموعة دول بريكس؟ الرئيس الصيني قالها في قمة شامون بأن
مجموعة بريكس في العقد الذهبي الثاني عليها أن تزيد من التواصل، تعزز من إمكانياتها غير المستخدمة حتى الآن، وهذا ما أشار إليه وقال له بأن الإمكانيات الكامنة الموجودة لدى دول بريكس قادرة وكفيلة إذا ما استغلت بشكل كامل على أن تحقق تأثيرا كبيرا، سواء من حيث وزن هذه المجموعة ومن حيث تأثيرها على مختلف القضايا الإقليمية والدولية. نحن نعرف بأن هذه المجموعة لديها أعضاء في بعض القارات كآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وبالتالي فإن كل دولة من هذه الدول الأعضاء لها وزن كبير في 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 قارتها، ولديها إمكانيات كبيرة مادية وبشرية وعلاقات اقتصادية كبيرة، ولكن في نفس الوقت هناك إمكانيات كامنة لا زالت غير مستخدمة. وهذا ما أشار إليه الرئيس الصيني في قمة شيامين، بأن تضافر جهود جميع الدول الأعضاء وتعزيز استخدام الإمكانيات الكامنة وزيادة التنسيق والتواصل داخل هذه المجموعة كفيل بأن يدخل مجموعة بريكس إلى العقد الثاني الذهبي بخطى أكثر ثباتا. هذا ما هو ما أشار إليه الرئيس الصيني، وهذا ما يجب أن يتم خلال هذه الفترة. ربما الرئيس الصيني كان قد استشرف في خلال قمة شيامين بأن هذه الأمور لابد من إنجازها والعمل على تفعيلها من أجل ضمان خطى ثابتة في العقد الذهبي الأول لمجموعة بريكس. نعم. أستاذ لي، يعني في قمة منتدى يعني بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي، هل تعتقد أن هذا المنتدى سوف تكون منتدى ناجحا؟ بالتأكيد، لأن هذا المنتدى استمر سنوات طويلة واستفاد جميع دول الأعضاء الصينية وإفريقية، خاصة الدول الإفريقية استفاق، يعتبر هذا المنتدى كمنصة لإجراء الحوار، لتفاوض، للنقاش، ولتبادل الآراء والملاحظات، وأيضا لاستفادة من المراجعات الخبرات والتجارب. بمعنى هم استفادوا كثيرا، وجد أهمية وجود هذا المنتدى، هذا المنصة. وثاني، هذه المنصة يعقد سنويا اعتمادا على أربع أعمدة أساسية: سياسيا، اقتصاديا، وبشريا، وثقافيا، حضاريا، حتى الأمنية. فهذه العميدة الخمسة لعبت دورا كبيرا جدا لاستقرار الوضع في القارة الإفريقية، وأيضا لتعزيز علاقات الثنائية، وفي نفس الوقت أيضا يجعل دول الأعضاء يتطلع إلى مستقبل المشرق، بمعنى المستقبل سيكون أحسن من الوضع الحالي، مع أن الوضع الحالي شهد التطورات الخمسة. والآن أيضا تظهر دائما في كل دورة، خاصة في هذا بكين، دورة بكين، ستظهر نقاط البارزة في عدة النواحي. الأول مثلا توصيل لمبادرة الحزام وطريقة، هذا الأول. والثاني هو ابتكارات جديدة في الصين سوف تستخدم في أفريقيا أيضا، فهم يستفيد ويتبادل في هذه الناحية الخبرات وتجارب أيضا والمعلومات. والثالث هو سيكون بعض العملات محولة بين الطرفين، بدأ يستخدم التصريف بالعملات الرمبي أيضا، هذا استفادة من كلا الطرفين تخلصا من بعض الخسائر لتحولات من العملات أخرى. هذا رابعا سيكون تعميق، مزيد من التعميق للتعاون الأمني، لتعميق الأمني والسياسي. والخامسة سيكون هناك مجالات جديدة وأيضا مجالات أوسع لناحية الطبية والعلاج، لأن لكلا الطرفين تتمتع بسبب ضيق الوقت سوف ننتهي هذه الحلقة. وأتمنى أن بكين سوف تستضيف هذه القمة بنجاح كبير وبتوفيق. ونشكر السيد ليونشين والسيد غزوان بريك، شكرا جزيلا على حضوركما. ومشاهدينا نشكركم على حسن المتابعة، ونلتقي في حلقة قادمة.